مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير في الظروف اللي احنا فيها. بتكلم معاكم النهارده بشكل محدد عن ازمه المصريين العالقين في الكويت بشكل محدد، وبوجه كلامي تاني مره لحياه الفهد. ان شاء الله تكوني مرتاحه وضميرك مرتاح بعد الدعوات اللي انت اطلقتيها لما قلتي للحكومه بتاعتك زدوهم في الصحراء، وهو ده اللي قلتيه هو اللي حصل. اللي قلتيه هو اللي حصل. ان شاء الله يكون ضميرك مرتاح وبتنامي كده وانت حاطه راسك على المخده ومرتاحه. ساعه ما قلتي اذا كانت الحكومات بتاعتهم مش عايزاهم، ايش دخلنا احنا بيهم؟ احنا قبل ما نكون اي حاجه، في حاجه اسمها الانسانيه، في حاجه اسمها غير الانسانيه بتربطنا ببعض، في حاجه اسمها الاسلام والعروبه. الاسلام والعروبه، واذا ما كنتيش انتي بتراعي الدين، واذا ما كنتيش بتعرفي يعني ايه معنى العروبه والوطنيه، اظن ان القيم دي انتي ما تعرفيهاش، فانتي كمان فقدتي الانسانيه. بدل ما تقفي وتقولي للناس اديهم حياه كريمه، ساعدوهم في الازمه اللي احنا فيها، تكفلوا بيهم واحنا نستطيع، لا انتوا قلتوا زدوهم في الصحراء، واللي انت قلتيه اتنفذ وحصل. ان شاء الله تكوني مرتاحه وضميرك مرتاح. وعايزه اقولك على حاجه، كل حاجه قلتيها وكل حاجه طالبتي بيها وبسبب كلامك دلوقتي بتعاني ناس قاعدين ومرميين في الصحراء، مردود لك فيكي وفي ولادك وفي الجيل اللي جاي. مفيش حق حد بيروح، لان المواقف اللي زي دي هي اللي بتبين الانسان قيمته ايه ووضعه ايه ومبادئه عامله ازاي والانسانيه اللي جواه. لكن الناس اللي قلوبها زي الحجر، الناس اللي الرخيصه اللي ما عندهاش مبادئ، هي اللي بتعمل زيك وهي اللي بتتصرف زيك واللي بتتكلم زيك. والنتيجه ان ده الحكومات دلوقتي، حكومه الكويت رمت المصريين وجنسيات اخرى، رمياهم في معسكرات في الصحراء زي ما انت طلبتي زدوهم في الصحراء، زي ما انت طلبتي بالظبط. ان شاء الله تكوني ارتحتي. الحقيقه انا حبيت استنى اكتر من يوم علشان اشوف اداء وزاره الهجره وشؤون المصريين بالخارج، اشوفها هتعمل ايه. النتيجه الاداء المتباطئ، الاداء المهلهل لكل الوزارات، مش بس الهجره وشؤون المصريين بالخارج، لا كمان وزاره الصحه اللي بتتعامل كان احنا امكانياتنا محدوده جدا. انت خلاص ما بقتش فاهم ازاي الشحنات الطبيه بتتبعت لكذا دوله، وتيجي تشوف تسمع استغاثات الاطباء والممرضين، وحتى تشوف مستوى التعقيم ما بتلاقيش. انت مش شايف ده. الماسكات اللي بتتحط اللي بتوزع في الناس دي، ماسكات الجراحه اللي هي بيتم استخدامها مره واحده ولازم تترمى، مش الحاجه اللي هي مطابقه للمواصفات اللي انت تقدر تستخدمها كذا مره. فالواحد مستغرب لما يشوف الامكانيات والشحنات الطبيه اللي بتطلع للدول. ايطاليا راحت لها شحنتين، الصين راحت لها اول حد بعتنا له، ودلوقتي كمان امريكا. وتشوف على الصعيد الاخر يطلع مندوب يقول من السفاره المصريه في الكويت، يروح للناس في المعسكر بتاعهم علشان يهديهم، وبيقول لهم انتوا جاهزين، احنا مش جاهزين، احنا دلوقتي لسه مش مستعدين لاستقبالهم. وده الكلام اللي قالته حياه الفهد، اذا كانت دولكم مش عايزاكم. انا استنيت كتير علشان اتفرج واشوف ايه اللي هيحصل، وقررت ان انا اتكلم النهارده بعد ساعات قليله من اخر تصريحات اللي عملتها الوزيره، وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج ناديه مكرم عبيد. عايزاكم تسمعوها معايا وتشوفوا الكلام اللي هي قالته ايه.
بنحط في المرحلة الأولوية للعالقين، اللي سافر في زيارة، اللي سافر للعلاج، اللي سافر يحضر نشاط ثقافي أو مؤتمر أو اجتماع، وطبعا شريحة الطلاب دول ما لهمش سكن في الخارج، ما عندهمش مصدر رزق، ما عندهمش إمكانيات تخليهم إن هم يقعدوا في دولة هم مش مقيمين فيها. علشان كده بقرار من السيد رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران عشان نرصد أعداد العالقين. الدولة بتبص لكل المصريين بدون تمييز شريحة عن أخرى، ولكن إحنا عندنا أولويات. وبأكد لحضراتكم إنه إحنا شايفين العمالة المصرية في الكويت، شايفين العلماء والخبراء، شايفين الجيل الثاني والثالث، شايفين المرأة المهاجرة، ولكن عشان نقدر إن إحنا في هذه الظروف الاستثنائية نلبي كافة الطلبات والاحتياجات، لابد إن إحنا نمشي بإجراءات أولية. فبوجه رسالتي للمصريين كلهم، بطمنهم إن الدولة كلها شايفاكم، ورسالة خاصة إلى العالقين بقول لهم إن إحنا شغالين على إعادتكم في جدول زمني هيوضع أمام دولة رئيس الوزراء بالدول طبقا للأعداد اللي ادتها لنا أو وفتنا بيها وزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات للعالقين من الشرايح اللي أنا ذكرتها. وإن شاء الله هنعلن تباعا كل دولة هيكون توقيتاتها إيه. خلي بالكم إن إحنا عندنا تصاريح سفر، عندنا خط طيران، عندنا موافقة الدولة الأخرى، إنما بطمنكم إن إحنا شغالين، وإن شاء الله لما نخلص مرحلة العالقين نشوف الشرائح الأخرى اللي طلبت إن هي ترجع بلدها. محدش يقدر يعني يمنع أي حد إن هو يرجع بلده، بالعكس مصر بتفتح ذراعيها لكل أبنائها في الخارج، ولكن الظروف الاستثنائية. الحقيقة هي وزيرة سو كيوت، يعني ست كده مشرفة، تلبس كويس، تهتم بنفسها، حقيقة مشرفة طريقة كلامها، لكن مستوى الأداء رايح في داهية. مجرد إن هي تقولك أنا شايفاك وأنا سمع شكوتك وأنا عارفة أنتوا متضايقين من إيه ومشكلتكوا إيه في الوضع اللي إحنا فيه ده، مش كفاية خالص خالص. تعاطفك لوحده مش كفاية في الظروف اللي إحنا فيها خالص. مفيش حاجة اسمها ظروف استثنائية على ناس، ومفيش حاجة اسمها أولويات، لأن في ناس اتقطع عيشها بقالها ده تاني شهر ومعهاش فلوس علشان تدفع التزاماتها، خصوصا الناس اللي موجودين في الامارات. الحياة هناك غالية جدا، والايجارات مرتفعة جدا، واللي هيقدر يسد شهر تلاتة داخل عليه شهر اربعة وداخل عليه رمضان ومش عارف هيتاخد امتى. مفيش حاجة اسمها اولوية للناس اللي كانوا رايحين زيارة مؤقتة، مينفعش، لان الناس دي اتخرب عيش، يعني اتخرب بيتها واتقطع عيشها خلاص، ما بقاش عندهم فلوس. والمصريين بالخارج هم اللي كانوا بيحولوا تحولات المصريين، اللي هي كانت المركز او المصدر الرئيسي اللي بيدخل عملة صعبة لمصر، وكانت سندة مصر. فالناس دي كانت بتحول فلوس، الفلوس دي مش موجودة عندها هناك. علشان ترجع الفلوس تاني من مصر، تخلي حد من اهلها مثلا يبعت لها فلوس، ده معناها خسارة، خسارة تحويل، ده رقم واحد. رقم اتنين انه لازم ينزل يعمل توكيل لحد من اهله، وده صعب دلوقتي، صعب دلوقتي. الناس اللي هناك بتقبض من هنا وتحول على مصر، وده كان ساند الدولة، ده كان رقم واحد في الدخل، العملة الصعبة الدولار. والناس اللي كانت بتحول يورو، فانت دلوقتي طالب منهم ان هم يستحملوا علشان هم موجودين في مكان. طيب انتوا مش مصدقين دلوقتي لما يبقى في واحدة بنت عايشة في الامارات وتترفد من شغلها وفلوسها تخلص ولازم تدفع ايجار، وقدرت تدفع شهر تلاتة ومش عارفة تدفع شهر اربعة، بنت اللي زي دي تعمل ايه؟ الشكوى المستمرة من كل الناس بيقولوا لك ان احنا السفارة ما بتردش علينا. طيب محدش مصدق الكلام بتاعي كالمعتاد، ان انتوا دايما بتشككوا في الكلام. اسمعوا، البنت دي كانت موجودة في إمارة الشارقة وطردت من شغلها طبعا علشان الظروف الاقتصادية، وده مش معناه ان لما الدنيا تتصلح هترجع تاني، لان دلوقتي في دروب جامد حصل في كل الشركات، ففي تسريح عمالة، فالناس دي مش عارفة تتصرف ازاي، ودي الظروف الاستثنائية تنطبق عليهم، لان واحدة زي دي هتعمل ايه؟
وكلمة إن كل الناس بتقول إحنا بنتصل بالسفارة ومش متعاونين معانا، دي شكوى بقت دائمة. لما تلاقي كمان واحد بيقولك إحنا بنتصل بالرقم اللي هو في مصر كمان تبع وزارة الصحة، لما إحنا بنتصل بالرقم علشان إبلاغ إن في حالة كورونا وما بيردوش علينا، ده اسمه فشل في أداء الوزارة. الأزمة اللي إحنا فيها دي أزمة طاحنة وكاشفة وفاضحة. شوفوا معايا البنت اللي موجودة في إمارة الشارقة بتستغيث بتقول إيه. ايه الوضع؟ اني انا دلوقتي مفصولة من شغلي، وده معناه ان مفيش دخل ليا تماما. مفيش دخل، يعني مفيش فلوس. مبدئيا يا جماعة انا مش طالعة اشحت ولا اطلب حاجة من حد خالص، انا بس كل اللي طالباه هو تدخل بلدي في الازمة اللي انا بمر فيها حاليا، واللي بتمر بيها بنات ورجالة كتير جدا حاليا في الامارات. احنا في ناس كتير مشيت من اشغالها، ما عندهمش دخل، ومطلوب مننا في نفس الوقت ايجارات واكل وشرب وحاجات كتير قوي، التزاماتنا اليومية هنا في البلد. انا ده تاني شهر ليا ما عنديش ايجار البيت، مش عارفة اروح فين بعد كده. السفارة ما بتردش علينا علشان نرجع بلدنا، القنصلية نفس الكلام، مفيش حد بيفيدنا بأي حاجة. العيشة هنا مش ببلاش، والناس اللي عايشة في الامارات عارفين الكلام ده كويس، ويمكن عارفين كمان اكتر بكتير من اللي